الجندات اللي كيقدمها في هذا الاطار خاصه في ظاهره تشغيل الاطفال والانتشار لهم من اسوء اشكال الاستغلال. تنشدوا على اليد ديالو مزيدا من العطاء، مزيدا من التألق، مزيدا من العمل. وشكرا. انا دائما فخور وقلت السنين بهذا الفاعل المدني، الفاعل الترابي، انا اعتبره استاذ المهدي الله يصفو عليه بحراره. السي المهدي كان تيكبر في العمر ديالو وتيكبر في الافكار ديالو وفي المشاريع ديالو، هو بدايه من المخيمه الصيفيه الهادفه، كذلك المهرجانات الفنيه الكبيره، وكان اخر مهرجان هو ديال الجاليه واللي كان في الساحه ديال البلديه، وتم تكريمي انذاك وكذلك تكريم الاستاذ ابو حمدي مشكور، مرورا بالادماج السوسيو اقتصادي. كيف ما عطيتك نسكن سيدي على التازي، ديك الميناك تخدم في باتيس فران، وجات استاذ ابو بشرى نقدتنا من ذاك الفران وجابتنا لها التكوين وصيفطنا منه بزاف الحوايج. شنو كديروا في التكوينات؟ انا كنقرا فلاحه. كتقرا فلاحه؟ اه. اذا شنو الشعور ذاك اليوم بعد التسلم؟ فرحه. مازال كتابع الدراسه ديالك؟ اه. قول لي التكوين الفلاحه في سيدي علال تازه. شكرا. عضو في جمعيه اليسر، انا مشرفه على مشروع عنايه. اذا كما لاحظنا ان بالنسبه لرئيس الجمعيه قال بانك انت هي جنديه الخفاء وانك اشتغلتي خصوصا في البوادي وكان عندك واحد المجهود كبير المناطق اللي صعيبه، شنو ممكن تكون هذه التجربه؟ شحال نقول لك صراحه التجربه كانت صعيبه ولكن زوينه في نفس الوقت وفرحت بها بزاف. علاش؟ مشيت للمناطق العربيه لقيت واحد الشريحه كبيره مساكن الدراري ضايعين تيقراو بعد ما كاينش اللي يوجههم من ناحيه التوجيه، هو تيقول لك حنا غير لقينا غير اللي يوجهنا بعد على الطريق الصحيح، لكن اللي يوجهنا ويورينا يعني فين غادي نمشيو شنو غادي نديرو من بعد ما خرجنا من القرايه. من مشيت للبوادي لقيت الدراري بزاف، لقيت البنات يعني البنات كيخدموا في المنازل ولقيت الدراري كيخدموا في الفلاحه، كاين اللي كيخدم في القهاوي، كل واحد وفين تيخدم يعني، والحمد لله يعني ما لقيتش مشكل معاهم. الاهم والاساس هو هذيك الرغبه اللي كانت عندهم، هذا هو الاساس، الرغبه مساكن باش هما يكونوا يعني فاعلين من داخل المجتمع ويكون عندهم واحد الدور تاهما داخل المجتمع، يكون عندهم واحد المستقبل تاهما في البلاد ديالهم. تيقول لك حتى حنا ما بغيناش نضيعوا، حتى حنا بغينا نديروا مستقبلنا، يعني ما لقيتش معاهم مشكل حتى بالنسبه للاباء ديالهم والاولياء ديالهم، حتى بالنسبه المشغلين ديالهم اللي كانوا كيشتغلوا عندهم. سميتي محمد بلالات، الساكن اللي كنسكن في سيدي علال التازي، كنت خدام عاب تما في الفلاحه والفريز وكل مره في خدام، ولكن دابا مع هذه الجمعيه النصر جابتنا اليسر، جابتنا لهذا التكوين وخدمنا فيه مزيان احسن من الاول، وكنت نعطيو الشكر للجمعيه اليسر. شكرا. السلام عليكم خوله بوديرام بلاش سيدي علال التازي. كنت في دارنا يعني جلست من المدرسه وكنت مثل واحد الشغل اللي ما يمكنش، هذاك الشغل كانوا كتعداو بزاف عمل شاق، يعني عمل شاق يعني، وكنت بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الضغوطات، وجات استاذه فوزيه واللي كنشكروها بزاف 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 استاذه فوزيه، واللي كنت تامي لجمعيه اليسر كنشكرها بزاف، هي اللي عاوناتنا و يعني بزاف ديال الحوايج نقداتنا من بزاف ديال الحوايج خايبين، والحمد لله غادي نستمروا في هذا الشيء وغادي نخدموا بزاف بزاف، حتى انا راه قسما بالله كندوي وفرحانه بزاف، حيت غادي كنشوف راسي غادي نوصل شي حاجه كبيره، وان شاء الله غادي نفرحوا والدينا ونفرحوا جمعيه اليسر واستاذ فوزيه، حيت فرحه ملي عاد شفنا حنا وصلنا كيف ما بغات هي، كنشكرها بزاف بزاف من القلب. هم
معكم مهدي مرابط، رئيس المكتب المركزي لجمعيه اليسر للتنميه المستدامه. جمعيه اليسر هي جمعيه شبابيه كتشتغل مع الطفوله والشباب، عندها مجموعه ديال الاهداف اللي هما تربويه كذلك ثقافيه كذلك التنميه المستدامه. جمعيه اليسر كتشتغل على مشروع عنايه اللي عشنا اليوم الفعاليات الختاميه ديالو، مشروع عنايه اللي جاب دعم من وزاره الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى وتشغيل الكفاءات، واللي استفدوا منه حوالي 1000 مستفيد، تقسمات الأربعة ديال الأشطر. الشطر الأول كان تكوين فعاليات المجتمع المدني في المجال القانوني والحماية ديال الأطفال في وضعية صعبة. الشق الثاني كان حول دعم التمدرس المدرسي لفائدة الأطفال في وضعية هشة وأطفال في وضعية صعبة. المحور الثالث كان حول انتشال الفتيات من الضيعات الفلاحية والمنازل وإدماجهم في النظم الدراسية والتكوينية. آخر محور كان هو انتشال الأطفال من وضعية خطيرة وإدماجهم في مجموعة ديال النظم التكوينيه وكذلك النظم الدراسيه. كنشكركم على التغطيه الاعلاميه، كنشكروا جميع من ساهم في نجاح هذا المشروع. مشروع هو مستدام، مشروع عنده فعاليه ونجاعه اللي استفدوا منه مجموعه ديال الفئات المستهدفه. كنشكروا اولياء امور الاطفال كذلك اللي خلاوا وليداتهم انهم يلتحقوا بالمدارس ويخرجوا من وضعيه الشغل. شكرا لكم مجددا. كنعرفوا ان الجمعيه ديال اليسر من الجمعيات اللي يعني ديناميه واللي كتشتغل بكثره في جهه القنيطره الإقليمي. إذا شنو ممكن تقول لنا على المشاريع الأخرى من غير هذا المشروع؟ من غير هذا المشروع ديال عيني اللي كتشتغل عليه جمعية اليسر، عندنا المهرجان الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، مهرجان اللي هو اقتصادي كذلك تعريف بالكفاءات ديال المغاربة العالم بالخارج، كذلك توفير واحد الفضاء من الحوار والتواصل بين مغاربة العالم المقيمين بالخارج وكذلك أفراد مقيمين هنا بالمغرب. دونك مهرجان الجالية المغربية المقيمة بالخارج كنديروه في كل شهر 8 بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر. عندنا فيستيفال طالون دور اللي كنديروا المواهب، اكتشاف المواهب في لوموا تخوا، كيكون المؤسسات التعليمية وكذلك دور الشباب. عندنا مجموعة المشاريع اللي كنشتغلوا عليهم، وإن شاء الله نتمنى أنكم تجيو تشاركوا معنا في باقي المشاريع التنموية لجميع. شكرا.